السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله الدرس الثالث في دورة أساسيات اللغة الإنجليزية للمبتدئين. في الدرس الأول اتعلمنا الحروف الإنجليزية، في الدرس الثاني اتعلمنا الأرقام وتعلمنا إزاي نقول أي رقم بالإنجليش مهما كان معقد أو صعب. يعني مثلا ممكن نقول 5 مليار و200 مليون و969 ألف و257، عادي جدا أي رقم يقابلنا هنعرف نقوله. النهاردة الدرس الثالث هو درس الضمائر. في أي لغة لما بيبقى في ناس بتتكلم مع بعض، يعني في حوار بيبقى في حد بيتكلم، ده اسمه المتكلم، وفي حد تاني بنوجه له الكلام أو الخطاب، ده اسمه المخاطب، اللي هو اللي المستمع اللي بيسمع الكلام. لما بيتكلموا عن حد تالت مش موجود بنسميه الغائب. يبقى أنا عندي الحوار بيبقى فيه 3 أطراف، الطرف اللي بيتكلم ده اسمه المتكلم، والطرف اللي بيسمع أو اللي بيخاطب اسمه المخاطب، والطرف الثالث اللي مش موجود اللي بيتكلموا عنه اسمه الغائب. يبقى أنا عندي المتكلم والمخاطب والغائب. ضمائر المتكلم يعني لما حد بيتكلم عن نفسه هيقول إيه؟ هيقول أنا للمفرد أو نحن للجمع. بالنسبة للمخاطب لما أوجه لحد الخطاب هقول له أنت أو أنت أو أنتم، في الإنجليزية ما فيش مثنى. لما نكون بنتكلم على حد مش موجود هنقول هو او هي او هم، برضو مفيش مثنى. فانا عندي الضمائر هي انواع. من اول نوع هنعرفه النهاردة هو ضمائر الفاعل، يعني الشخص اللي بيفعل الفعل، والشخص اللي بيفعل فيه الفعل اسمه مفعول. يبقى انا عندي نوعين من الضمائر، ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. هي ايه اصلا الضمائر دي؟ الضمائر يعني بدل ما بقول اسم الشخص بعبر عنه بضمير. لو انا مثلا ما اعرفش اسمه او مش عايز اقول الاسم في الجملة، لما اقول مثلا فلان يفعل كذا، يبقى لو انا عارف اسمه هقول فلان، هقول اسمه يفعل كذا. لو ما عرفش اسمه هقول ايه؟ هقول هو يفعل كذا. هو دي تبقى ضمير تعود على شخص ما. لما اتكلم عن نفسي هقول انا، لما اتكلم عن لما اوجه كلام لشخص هقول له انت. يبقى هي دي الضمائر. ضمائر الفعل لما بنقول على حد انه بيعمل حاجه يبقى ده فاعل، لما نقول على حد انه بيتعمل فيه حاجه يبقى مفعول. لما اقول مثلا انا احبك يبقى انا اللي بحب، انا اللي بعمل يبقى انا الفاعل. بحب مين؟ بحبك انت، انت اللي بتتحب، يبقى انت مفعول. لما اقول انا بعلمك الانجليزية يبقى انا اللي بعلم، يبقى انا الفاعل، يبقى هتستخدم عندي ضمير الفاعل. وانت مفعول، يبقى انا هستخدم عندك ضمير المفعول اللي هنتعلمه كمان شوية. ضمائر الفاعل قدامنا اهي. بالنسبة للمتكلم هقول انا او اي اللي هو ده، والجمع بتاعها وي اللي هو نحن. يبقى انا يعني اي ووي يعني نحن. بالنسبة للمخاطب، المخاطب اللي هو أنت أو أنتي أو أنتم أو أنتما، طبعا ما فيش مثنى. كل دول بالإنجليش لهم نفس المعنى يو. يو يبقى يو يعني أنت أو أنتي أو أنتم. بالنسبة للغائب اللي هو هو وهي، هو يعني هي وهي يعني شي، وجمعهم ذي يعني هم. هو يعني هي وهي يعني شي، وجمعهم ذي يعني هم. في الإنجليزية بالنسبة لغير الإنسان بيستخدموا it. it it بتستخدم للأشياء أو الحيوانات. يعني لما تكون بتتكلم عن قطة بالعربي بتقول هي تأكل، تقصد القطة يعني. بالإنجليزية ممكن تقول she eat يعني هي تأكل، وممكن تستخدم مصطلح تاني اسمه it. it it اللي هو مكتوب قدامنا ده it. it ده بيستخدم لغير الانسان، وده بيستخدم سواء للمذكر او المؤنث. يبقى انا عندي الضمائر 3 انواع، ضمائر متكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. ضمائر المتكلم هي انا يعني اي وجمعها وي يعني نحن. بالنسبة لضمائر المخاطب هي يو معناها انت او انتي او انتم. بالنسبة للغائب هو يعني هي وهي يعني شي، وهو او هي لغير الانسان يعني it، وجمعهم they يعني هم. في الانجليزية المثنى بيتعامل معامل جمع، يعني الكلمة يا اما مفرد يا اما جمع، مفيش مثنى. لو اكتر من واحد تبقى جمع. ضمائر المفعول
طبعا هي نفس المبدأ ضمائر برضو، ولكن ده بن 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 لما بنتكلم عن الحد اللي اتعمل فيه الفعل. فضمائر المتكلم يعني لما تقول مثلا هو ضربني، يبقى هو الفاعل، هو هنا تبقى هي ضربني، الحرف الياء اللي في الاخر ضربني يعني ايه بقى مفعول. لكن لما اقول انا ضربته بقت انا فاعل، والحرف الهاء اللي في الاخر ضربته بقت مفعول. في العربي احنا بنستخدم برضو ضمائر الفعل والمفعول، في الانجليش برضو في ضمائر الفاعل والمفعول. بالنسبة للمتكلم انا بتبقى مي، يعني ضربني، فبالانجليزية بنقول مي. ضرب بالانجليزية ممكن تبقى بمعناها هيت، يبقى هي هيت مي. طبعا بغض النظر عن الجرامر، لان الجمله اللي انا هقول اللي انا قلتها كده فيها حاجه غلط، ولكن خد المعنى بس، يبقى هو ضربني، هي هيت مي. اوكي. طب الجمع ضربنا تبقى ايه؟ تبقى اس. لما بنتكلم في الفاعل بتبقى وي، في المفعول بتبقى اس. طب بالنسبه للمخاطب، ضمير المخاطب ده محترم قوي، ضمير المخاطب ده بيبقى يو دايما، سواء بقى فاعل مفعول مذكر مؤنث جمع مفرد، هو يو. يبقى المخاطب سواء كان فاعل او مفعول بتستخدم يو. يعني لما تقول انت ضربتني، يبقى انت هنا فاعل تبقى يو. لما اقول انا ضربتك، حرف الكاف اللي في الاخر ده مفعول، برضو هقول يو، يبقى اي هيت يو. بالنسبة للغائب، هو في الفعل كنا بنقول هي، في المفعول هنقول هم. لما اقول هو يفعل كذا يبقى ده فاعل. لما اقول مثلا ان هو اتعمل فيه كذا، اما اقول مثلا انا ضربته، يبقى هو مفعول، هو اتضرب، ما ضربش، هو اتضرب، يبقى هو مفعول. يبقى انا ضربته، يبقى اي عملت حاجة اللي هو الفعل، وبعدين هم، يبقى انا ضربته، اي هيت هم. هي في الفعل تبقى شي، في المفعول تبقى هير، يبقى انا ضربتها. طيب بالنسبة للغير الانسان بنستخدم دايما ات، سواء فاعل او مفعول. الجمع اللي هو هم، في الفاعل بتبقى ذي، وفي المفعول بتبقى ذم. يعني بنقول مثلا لو قلت له انتم ضربتونا مثلا، يبقى انتم هم اللي ضربوا، في الحالة دي هنبقى فاعل، يبقى هنستخدم ذي. لكن لما نقول مثلا هم ضربونا، يبقى ايه؟ هم هنا في الحالة دي هم اللي فعلوا الفعل، هم اللي ضربوا، بقت فاعل، يبقى هستخدم ذي ولا ذي؟ ما هستخدم ذي. لكن لما نقول احنا ضربناهم، يبقى احنا ضربنا ذم، ضربناهم يعني احنا ضربنا ذم. طب لما نقول هم ضربوهم، يبقى هم الاولانية دي فاعل، وبعدين ضربوهم بقت مفعول، يبقى نقول they ضربوا them. اوكي. عندنا بقى النوع الثالث من الضمائر، هو ضمائر الملكية. يعني لو انا عندي كتاب مثلا، فهقول كتابي، كتابنا، كتابك، كتابه، يبقى دي اسمها ضمائر الملكية، اللي هي بتيجي في يعني بالعربي كده في نهاية الكلمة اللي انا بمتلكها، علشان نقول ان دي ملكية. بالانجليش كلمة كتاب يعني بوك، بي او او كي، كتاب يعني بوك. فلما احب اقول كتابي هقول ايه؟ ماي بوك، هقول ماي بوك. طب كتابنا تبقى اور بوك، اور بوك. سيبك من اللي ما بين قوسين، ده هشرحه لك بعدين، اور بوك. طيب بالنسبة للمخاطب، المخاطب ده محترم قوي، يو تبقى يور. يبقى لما احب اقول كتابك او كتابك او كتابكم هقول ايه؟ يور بوك. طب بالنسبه للغائب، هي تبقى هيز. يعني لما اقول كتابه، كتابه، يبقى هيز. لما اقول هو يقرا كتابه، يبقى هو الاولانيه دي ضمير فاعل، عشان هو بيفعل حاجه، يبقى نقول هي، هي يقرا his كتاب، he يعني هو، يقرأ his كتاب يعني كتابه. بالانجليزية he يقرأ يعني read، وكتاب يعني book، يبقى he read
هيز بوك. هنعرف يعني الدرس الجاي ولا اللي بعده ان في حاجة صغيرة غلط في الجملة دي، بس هعرفها كده دلوقتي. يبقى هي ريد، هو يقرأ هيز بوك كتابه، هيز بوك. طب عايزين نقول نفس الجملة دي بس على بنت، فهنقول ايه؟ هنقول شي هي تقرأ كتابها، هي تبقى شي، تقرأ تبقى ريد، كتابها كتاب يعني بوك، والها دي تبقى هير، يبقى شي ريد هير بوك، شي ريد هير بوك. طيب لو بنتكلم على غير انسان ممكن نستخدم هي وشي، وممكن نستخدم ات. لما نقول القطة مثلا تشرب اللبن بتاعها يبقى نقول ايه؟ يبقى it drink، drink يعني يشرب، it drink its، ضمير الملكية its milk. ما تحفظش كلمات دلوقتي خالص، مش عايزينك تحفظ كلمات، انا عايزك بس تعرف ان read يعني يقرأ، وbook يعني كتاب، ودrink يعني يشرب، وmilk يعني لبن. ما تحفظهمش بس خليك عارفهم دلوقتي بس عشان خاطر الامثلة. لما نقول بقى القطة بتشرب اللبن بتاعها نقول ايه؟ نقول القطة اللي هي هي، بيبقى ممكن نستخدم شي لانها مؤنث، وممكن نستخدم ات لانها غير انسان عادي جدا، سواء دي او دي صح. بنقول ات عشان هي غير انسان، ات درينك يعني تشرب، اتس ميلك اللبن بتاعها، اتس ميلك لبنها. طيب ناخد بقى الجمع، لما نقول هما بيقروا كتابهم يبقى they، هم they ضمير فاعل عشان هم اللي بيقروا، they يقرأ read كتابهم، يبقى their their book، they read their book. دي ضمائر الملكية. في صيغة تانية لضمائر الملكية، لو احنا مش هنقول الحاجة اللي بنمتلكها، يعني مثلا بالبلد كده لما اقول الشيء ده بتاعي، بتاعي انا ما قلتش كتابي، انا عايز اقول انه حاجتي. هقولها ازاي؟ بالنسبة للمتكلم المفرد اللي هو اي بنستخدم ماين، يعني مثلا لما اقول اي ريد ماين، يعني ايه اي ريد ماين؟ يعني يا اما اقول اي ريد ماي بوك، يا اما اقول اي ريد ماين لو انا مش عايز اقول ان انا بقرا ايه، انا بقرا حاجه بتاعتي وخلاص. يبقى اي ريد ماي بوك، او اي ريد ماين، او اقول ذيس بوك از ماين، يعني هذا الكتاب بتاعي. كلمه بتاعي دي يعني ماين، يبقى انا ايه ما حددتش حاجه معينه. لما اقول كتابي يبقى ماي بوك، لكن لما اقول بتاعي يبقى ماين. لما اقول هذا الكتاب بتاعي، هذا الكتاب ملكي، يبقى اقول ايه؟ ماين. بالنسبة لبقية الضمائر لو ما فيها، لو ما فيش في الضمير اخره اس حط اس بس كده، دي القاعدة. يعني المتكلم الجمع بقى كنا بنقول اور يعني بتاعنا، هنقول اور بوك يعني كتابنا. طب لو انا عايز اشيل كلمة بوك يبقى هقول اور برضو بس هحط في اخرها اس، يبقى هقول اورز. نقول مثلا this book is this book is ours، يعني هذا الكتاب بتاعنا او ملكنا. طب بالنسبه للمخاطب قلنا يو بتبقى يور. طب لو انا عايز اشيل الشيء اللي بنمتلكه، مش عايز اقوله في الجمله، عايز اشيل كلمه كتاب، بكل بساطه هحط اس. طيب هي يعني هو كنا بنحولها لهيز، بس هيز اصلا اخرها اس فخلاص مش محتاج احط اس. شي هير، هير ما اخرهاش اس يبقى هحط اس، هقول هيرز. ات بتبقى ات بس عشان اخرها اس اصلا فمش هحط اس. ذي تبقى ذير وعشان ما فيش اخرها اس هحط اس. يعني ايه بقى الكلام ده كده بالراحه عشان الناس اللي تاهت؟ في ضمائر الملكيه لما كنت بقول كتابي فحرف الياء اللي في الاخر ده بقول ماي، ماي بوك يعني كتابي. فلو عايز اشيل كلمه بوك عايز اقول حاجتي وخلاص بغض النظر عن هي ايه، هقول ماين، ذيس از ماين. يبقى يا اما هقول ماي بوك يا اما هقول ماين. طب بالنسبه للجمع ضمير المتكلم برضو بس الجمع اللي هو نحن، هقول ايه؟ هقول كتابنا. يبقى يا اما هقول اور بوك، اور بوك، يا اما لو شلت بوك هحط مكانها حرف الاس بس، يبقى هقول اور بوك او اورز، اور بوك او اورز. هيبان بالامثله
في الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن امثله كتير جدا. بالنسبه للمخاطب بقول يو يعني انت، انت او انت او انتم، هقول يو. لما اقول بقى كتابك يبقى هقول يور بوك، يور بوك. طب لو عايز اشيل كلمه كتاب يبقى هقول يورز يعني حاجتك بغض النظر عن هي ايه. طب بالنسبه للغائب بنقول هو هي، يبقى هقول كتابه، يبقى نقول ايه هيز بوك. طب لما نقول حاجته مش عايز احدد انه حاجة بالظبط، حاجته يبقى هنقول ايه هيز. طيب بالنسبة لهي، هي يعني شيء، يبقى كتابها، كتابها يعني ايه، يعني هير بوك، هير بوك. لو انا عايز اشيل كلمة بوك او عايز اقول حاجتها عموما هقول ايه، هقول هيرز، حطيت اس. طب بالنسبة لغير العائل بقول اتس، اتس ميلك يعني لبنها، يبقى هقول اتس ميلك. لو شلت ميلك هقول اتس عشان هي اصلا اخرها اس، فمش هسود اتس اس تاني. طيب بالنسبة للجمع، الجمع زي يعني هم، يبقى زير يعني حاجتهم او كتابهم، يبقى هقول their book، their book يعني ايه كتابهم. طب لو شلنا كلمة كتاب عايز اقول حاجتهم، مش عايز احدد ايه بالظبط، ايه هي الحاجة اللي بيمتلكوها، هقول حاجتهم، يبقى هقول theirs، حطينا اس. في حاجة مهمة هنتعلمها اسمها verb to be يعني يكون. بالانجليزية اي جملة في الدنيا لازم يكون فيها فعل، ولما فيهاش فعل هتقول يكون. يعني مثلا بالعربي بتقول انا جائع، انا جعان. بالانجليزية لا، لازم تقول انا اكون جعان. لما تقول مثلا انا مهندس يبقى تقول ايه بالانجليزي، انا اكون مهندس. لما تقول انا بشتغل مهندس، فبشتغل دي فعل فخلاص مش محتاج. طب لو شلت الفعل، اي جمله في الانجليزيه لازم يكون فيها فعل، فهتقول انا مهندس، هنا مفيش فعل، يبقى هنبتكر فعل اللي هو يكون، هتقول انا اكون مهندس. طيب لما تقول انا مذكر بالعربي كده تمام زي الفل، بالانجليزيه لا، هتقول انا اكون مذكر. فاكون دي بقى هي verb to be، be يعني يكون، be be e اللي هي مكتوبه قدامنا دي يعني يكون. يكون دي بنستخدمها امتى؟ لما يكون مفيش اي فعل في الجمله لازم نقوم حاشرين كلمه يكون. انا اكون كده، انا اكون مصري، انا اكون مهندس، انا اكون عراقي، انا اكون مذكر كده. فأكون دي بقى من الأفعال النادرة جدا في الإنجليزية اللي لها تصريفات حسب الضمائر، يعني أغلب الأفعال في الإنجليزية ما بنصرفهاش أصلا، ودي من الحاجات الكويسة واللي بتميز مثلا عن لغات تانية زي الفرنسية والألمانية والحاجات دي، حتى العربي. في الفرنسية مثلا كل ضمير وليه التصريف بتاعه في المضارع، وبعد كده تصريف تاني في الماضي وهكذا. في الإنجليزية لا، من الضمائر، من الافعال القليله جدا اللي لها تصريف هو verb to be او فعل يكون. verb to be او الفعل يكون ده ملوش غير ثلاث تصريفات بس، بيقول لك مع اي اللي هو انا، تحط ام يعني انا اكون، اي ام يعني انا اكون، واي حاجه مفرد تحط معاها is يعني هي مثلا هو يكون، هنقول ايه هي is، شي is هي تكون. اي حاجه مفرد تحط is، اي حاجه جمع تحط ار. يعني لما احب اقول، نرجع تاني كده نقول، نرجع لضمائر الفعل، كلمه مثلا they، they يعني هم، يبقى هقول they are. طب we يعني نحن، يبقى هقول we are. طب you، you دايما بتعامل كانها جمع، سواء قصدت بيها انت او انت او انتم، في جميع الاحوال بتعملها كانها جمع، يبقى هقول يو ار. طب اي ام، هي وشي وات دول مفرد، يبقى هقول از. خلاص، يبقى القاعده بتاعتي بسيطه، الفعل يكون اللي هو بي بيتصرف كده، اي ام، وبعدين اي مفرد تبقى از يعني هقول هي از، واي جمع هتبقى ار يعني هقول يو ار او ذي ار او وي ار. دي تجميع للضمائر. انا عايزك المنظر اللي قدامك ده
تحتفظ بيه، وكل شوية طول ما انت قاعد كده تدي بص على الجدول عشان تذاكره، لان ده الخلاصة كلها، خلاصة بقى كل الهري اللي احنا عمالين نشرح فيه، واللي اكيد اكيد في حاجات في النص وقعت منك واتلخبطت وكده. انا مجمع حالك في جدول واحد علشان طول ما انت قاعد كده، مرة بعد الفطار ومرة بعد الغداء ومرة بعد، كأنك بتاخد دواء، تقوم ماسك الجدول ده اطبعه حتى كده في ورقة، تمسك الجدول ما وراكش اي حاجة غير انك تقعد تتدرب عليه، وتتدرب عليه مش تحفظه، تتدرب عليه يعني تقول امثلة زي اللي هقولها لك دلوقتي طول ما انت قاعد كده، لغاية ما تلاقي نفسك بقيت بتعرف تتعامل مع الضمائر اوتوماتيك، يعني ما بتقعدش تفكر. طيب تعالوا بقى نقول الكلام من الاول خالص، نشرح الدرس من الاول بس على السريع كده على الجدول ده. احنا قلنا ان عندنا الضمائر بتاعتنا ثلاث انواع، او لما بيكون في حوار بيكون في ثلاث انواع من الاشخاص، واحد بيتكلم ده اسمه ضمير المتكلم، واللي بيوجه له الخطاب او المخاطب ده اسمه ضمير المخاطب، واللي بنتكلم عنه اسمه الغائب. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الضمائر، المتكلم والمخاطب والغائب، لكل نوع منهم في مفرد وجمع. طب بالنسبة للمتكلم اللي هو هيتكلم عن نفسه فهيقول انا، لو بيتكلم عن نفسه بس، لو بيتكلم عن المجموعة هيقول نحن. يبقى انا عندي في الفعل هقول انا يعني اي، ونحن يعني وي. طيب لو هو مفعول، يعني ايه مفعول؟ يعني هو اللي بيتعامل فيه الفعل، فهنقول اي تتحول لمي ووي تتحول لاس. يعني ايه الكلام ده؟ تعال ناخد مثال كده، لما اقول مثلا انا احبك، انا احبك، يبقى مين اللي بيحب؟ انا. يبقى انا دي تبقى فاعل، يبقى هحط مكانها ايه؟ انا الفاعل تبقى اي، اي، ويحب يعني لاف، يبقى اي لاف. احبك، انت هنا بقيت مفعول، يعني انت بتتحب مش بتحب، انت بتتحب يعني انت مفعول. يبقى هقول انت في المفعول، فين انت؟ انت يعني يو في المفعول بقى، برضو يو، قلنا يو ده فعل ضمير محترم جدا ما بيملوش تصريفات. يبقى انا احبك، انا يعني اي، واحب يعني لاف، احبك، احبك انت يعني، يبقى اي لاف يو. ده بالنسبة لضمير المتكلم الفاعل والمفعول. بالنسبة لضمير المخاطب فمنقول ايه؟ المخاطب سواء فعل او مفعول، مذكر او مؤنث، جمع، مفرد، اي حاجة، يبقى يو. يبقى لما اقول انت تحبني، انت فاعل، يبقى ايه؟ يو تحب يعني لاف، في الانجليزية مفيش تصريفات، يو لاف، وبعدين تحبني انا، تحبني، يبقى تحبني دي تبقى ايه؟ فين المتكلم اللي هو انا بس في المفعول، تبقى مي، يبقى يو لاف مي، يو يعني انت في الفاعل، لاف يعني يحب، مي يعني انا في المفعول، يعني تحبني انا، حرف الياء اللي في الاخر ده. ده بالنسبة للمخاطب. بالنسبة للغائب هو هي وشي، يعني هو وهي، وإيت لغير الإنسان، وجمعهم ذي. هقول هي في المفعول تبقى هيم، شي تبقى هير، إيت برضو تفضل إيت، ذي تبقى ذم. طيب تعالوا نقوله لما أقول أنا أحبه، أنا أحبه، يبقى أنا دي فاعل تبقى إيه؟ أبص كده على جدول الفاعل، أنا تبقى آي، أوكي؟ أنا أحبه، يبقى هو في المفعول تبقى ايه؟ تبقى هيم، اهو في المفعول رحت قصاد هي اللي هو هو، بقيتها هيم، يبقى اي لاف هيم. طيب عايز اقول انا احبها، هقول اي لاف هير، يبقى انا احبها. ليه قلت هير وما قلتش شي؟ عشان دي مفعول، لكن لو كانت فاعل يعني لو هي اللي بتحب كنت هقول شي. لما اقول مثلا هي تحبني هقول ايه؟ هقول شي عشان هي فاعل، لاف، وبعدين تحبني مي عشان انا مفعول، انا بتحب مش بحب، اوكي؟ طيب انا عايزك بقى تقول هو يحبها، حاول تفكر فيها قبل ما تسمع الاجابه. هو يحبها، هو تبقى ايه؟ تبقى هي فاعل عشان هو اللي بيحب، هي لاف يحبها، تبقى ايه؟ تبقى هير، هي لاف هير، اوكي؟ في غلطه في الجمله هنعرفها كمان درسين كده ولا حاجه، يبقى هي لاف هير. طب هي تحبه، هي فاعل تبقى شي لاف، وبعدين مفعول تبقى هيم، شي لاف هيم،
اوكي. طيب عايزين نقول نحن نحبهم، هنقول ايه؟ نحن، يبقى نحن فاعل ولا مفعول؟ احنا اللي بنحب نبقى فاعل، يبقى نخش على الفاعل نقول we love، نحبهم بقت مفعول them. عموما بصفة عامة لما بتقول جملة بالانجليزية في اغلب الاوقات بتكون اول كلمة هي الفاعل وبعدين الفعل وبعدين المفعول، يعني الجملة بتتكون من فاعل فعل مفعول. يعني لما اقول مثلا انا احبها يبقى انا ده فاعل وبعدين احب ده الفعل وبعدين ها ده المفعول، يعني انا احبها يبقى I love her. ده الفعل والمفعول. ندخل بقى على الملكية. الملكية بتيجي بصورتين. الصورة الاولى لو انا محدد الشيء اللي انا بمتلكه، الصورة التانية لو انا مش محدد الشيء اللي انا بمتلكه، يعني بقول ان هو حاجتي وخلاص. ففي المتكلم اما اقول اي يعني انا، عايز اقول كتابي، نفتكر ان كتاب يعني بوك، بي او او كي بوك. لما اقول كتابي يبقى هستخدم ايه؟ انا حددت ايه؟ يبقى هستخدم الصيغة الاولى دي اللي هو ماي بوك. طب كتابنا اور بوك. طب كتابك او كتابك او كتابكم يبقى ايه؟ تبقى يور بوك. طب كتابه تبقى هيز بوك، كتابه هو. طب كتابها تبقى ايه؟ هير بوك. طب كتابه او كتابها لغير الانسان تبقى ايه؟ تبقى اتس بوك. طب كتابهم هم تبقى ايه؟ تبقى their book. الصيغة التانية لو انا شلت كلمة book وعايز اقول انها حاجته او حاجتي او حاجتك، بس مش ايه بالظبط، مش مهم، مش محدد، يبقى اقول ايه؟ هقول mine يعني بتاعي، حاجتي، اشيائي، زي اللي اقولك اين اشيائي، اشيائي تبقى mine. يبقى انا مش محدد بالظبط هي ايه اللي بتاعتي، يبقى هقول mine دي يعني my book، كتابي او my اي حاجة يعني. بالنسبة لبقية الضمائر لو انا مش محدد الحاجة اللي انا بتكلم عنها، باختصار شديد جدا برضو بستخدم ضمير الملكية عادي جدا واحط في اخره اس لو ما فيهوش اس. يعني لما اقول كتابنا هقول ايه؟ هقول our book. طب شلنا كلمة book وعايز اقول انها حاجتنا، يبقى هقول ايه؟ هقول ours. ours يعني الحاجة بتاعتنا، اللي هي ايه الحاجة دي؟ مش مهم. طيب you تبقى yours، your تبقى yours. طب هيز هي اصلا اخرها اس فخلاص مش هنحولها. هير نزود لها اس تبقى هيرز. يعني ايه؟ اما اقول كتابها، كتابها يعني هير بوك، لكن لما نقول حاجتها اللي هي ايه؟ مش محددين، يبقى نقول هيرز. هيرز يعني هير بوك او هير اي حاجه. اوكي. بالنسبه ل ذير يعني حاجتهم، كتابهم ذير بوك. طب حاجتهم ذيرز. بالنسبة للفعل بي يعني يكون، وده فعل مهم عشان غالبا بنستخدمه في اغلب الجمل اللي ما فيهاش فعل. اول ما تلاقي جملة ما فيهاش فعل حط بي على طول، يعني يكون. طب يكون دي تصريفاته ايه؟ قلنا ان احنا ما عندناش غير ثلاث تصريفات بس، اي بيجي معاه ام، واي مفرد بيجي معاه از، واي جمع بيجي معاه ار. طب تعالوا نشوف. اي اهو جه معاه ايه؟ ام. طب وي يعني نحن جمع، يبقى على طول ار وانت مغمض. يو قلنا دايما بتتعامل كانها جمع، سواء قصدت بيها المفرد او الجمع، هي معناها انت او انت او انتم، فدايما بنعملها كانها جمع. فيو بما انها جمع تاخد از ولا ار؟ تاخد ار. طب هي وشي وات، هي يعني هو شخص مفرد، وهي برضو مفرد، وات مفرد، يبقى الثلاثه ياخدوا از. جمعهم ذي يعني هم، تبقى تاخد ار.